عسلامة، مرحبا بيكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم مش حاضرة مع بعضنا بروكلو مع صوص تومات هكا بطريقة مختلفة عن المعتاد. اول حاجة خذينا المقفول حطينا فيه ماء سخون، راس بروكلو قصيناه بالطريقة اللي تشوفوا فيها، 3 وريقات رند و3 سنون ثوم مقصوصين كيف كيف باش نحطوه يتسمط بالقدا بالقدا. هلا ولهنا توا بعد ما تسمط سقطرناه وباش نجيبه لهنا نرفسوه كما تراو. وعودت هنا بعد ما رفسته عودت سقطرته بالباهي وزدته مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة ثوم ان بودغ، مغرفة صغيرة فلفل اكحل، ومغرفة تابلو كروية. ولهنا زدته الشابلوغ اللي هو الخبز اليابس بعد ما نهرسوه، فيه شوية كركم. دونك نحركوه مليح مليح باش نزيدو شوية معدنوس، زوز مغارف صغار فريدو، جبن فريدو، نخلطو بالقدا بالقدا. وإذا كان بطبيعة حسيتو طري والكل تنجم تزيد الشابلوغ باش هكا كيتشكلو هكا كويراتي يتشكلك بالباهي مبقاش يتلصق والكل. فوالا دونك توا احضر باش نكعبروه كيما ترى. توا باش ناخذو كابتين عظم نركضوهم مليح، تبع على هنا زدنا فيهم شوية ملح، نحطو الكابورة في الفرينة الأولى بعد نحطوها في العظم نسيسو هكا بشوية خاطر باش تلقاوها طرية الكابورة، نحطو في الشابلوغ بالقدا بالقدا وهكيكا تتشكلنا بالباهي وما عادش تلصق والكل. فوالا هذه الكعبة الأولى وباش نكملوا الكعبات الكل بنفس الطريقة، الفرينة بعد العظم بعد الشابلوغ. نكملوا الكل بنفس الطريقة، يعني حبيت نوريكم اكثر من كعبه باش تشوفوا الطريقه اللي عم حضرت بها البروكلو. توا بعد ما كملنا حضرنا اكل الكعيبرات الكل حطينا زيت يسخن وتوا باش نقليوهم. الزيت ما يزموش يكون هكا سخون برشا باش ما تتحرقش وتيب من داخل. هلا توا باش نقلبوهم على الجنب الاخر. توا الكعيبرات نتاعنا طابو كيما تراو باش نخرجوهم. حبيت نوريكم هكا الكعبة من الداخل ما شاء الله طايبة بنينة نودكم ومن شهيكم. توا باش نحضروا الصوص طومات، حطينا شوية زيت، بصل مقصوص جويد هكا خديت راس بصل مقصوص جويد قليته في الزيت. هنا مشربي 3 سنون ثوم كما تراو، هلا معاهم مغرفه صغيره طومات كونسونطري، نقليوهم بالباهي مع البصل ما كثروش بالزيت لهنا.
توا باش نزيدو 3 كعبات طماطم مرحيين، نزيدهم شوية ماء، نقليوهم بالكدا بالكدا باش نحاك القروسية. توا باش نزيدو فلفل أخضر مقصوص جويد، مغرفة صغيرة فلفل أحمر، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة تابلو كروية، ومغرفة صغيرة ملح. حركوا بالكدا بالكدا كل شيء. نزيدو هكا شوية ماء، مكثروش، وباش نرميو في الاخر المعدنوس يفوح هكا الصوص ويبننها. هلا هكا الصوص نتاعنا حضرت، باش نحطوها في صحن التقديم. كما تشوفوا ريحتها ما شاء الله فايحه، نحطوها ونحطو فيها اكل كعيبات البروكلو الكعابر اللي حضرناهم. ان شاء الله غوسيت اليوم تكون عجبتكم، جربوها. نستنى لي كومونتير، لايك على الفيديو، ابوني شين يوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل، وصحه وشفاء.